بحثنا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية لا سيما التطورات في سوريا وليبيا وأفغانستان وإقليم قرابغ. هدفنا يتمثل بضمان الاستقرار والسلام في كل هذه البلدان. سنواصل العمل مع روسيا لاستمرار الهدوء في الميدان من أجل العملية السياسية بسوريا، وبالإضافة إلى المحادثات مع روسيا نجري أيضا محادثات مع أعضاء مجلس الأمن بشأن تمديد قرار إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.